السلام عليكم. سلام، شلونك؟ سلام على حد حبيبي. قال في زيادة تذكرت؟ والله عمي الماطور عطل، الدراجة مالتي عطلت ونص الطريق اجت مش هاي البيزا مالتك، خذها وروح من ناحيتها. حبيبي اذا ما استلمها راح تسبب لي مشكلة. شرت الدنيا بيها، كل هاي البيزا وجاي هسه تريد انا استلمها؟ حبيبي اذا اقول لك مو افتريت، اذا اقول لك والله الدراجة عطلت ونص الطريق اجت مش وانا شنو ذنبي حجي؟ صدق كذب؟ يعني حاول تتفهم والله. روح منا الخاطر دينك، روح. ابني تاخذها والله العظيم انت بجد ابني. حجي هاي البيزا مالتك ما اريد، خذها وروح. ناس كتير كانت بتتابع في صمت، منهم المصدوم والمتفاجئ، لكن بعد شوية بدأ رد الفعل يتغير كتير. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو ايش في الشغل؟ اوردر مالته البيتزا وتأخرت عليه وش ايش حجي بيصير هذا؟ يفتر صار له ثلاث أرباع ساعة ما أدري سنة. الدراجة عطلت. الدراجة عطلت. أول بس اسمع قصتك. أول رجال بقد أبوك. اوردر بيس. بأربعة ونص. أنت ليش تتحمله يا أخي؟ ليش تتحمله؟ هي دي الإنسانية بجد. عمي طلب مالته، الأوردر مالته بيش بيش أسوي على بيش باربعة ونص. باربعة ونص طيب يا عمي، تليش تحمل أنا هو ياخذ يا أنا حبيبي. أنا طلب عمو صار نص ساعة. عمي دا أقول لك أني عطلة الدراجة يا ابني. يروح منا باربي نص بغداد. ابني دا نص بغداد فرجة مالك بيزي شان هسه. عمي باربعة ونص حبيبي حبيبي. انا حطيك فلوسي، انا حطيك فلوسي. ما اعرف فلوس دخل، انا اعدي ما اعرف عمي. بس دقيقه شو تريد؟ هاي انا اعطيك فلوسي، شو تريد اعطيك لك كم فلوس؟ ما قصدي، خلي هذا الرجال يروح. عمي اربعة شنو ما دخل؟ هاي البيتزا مالتك خذها. قدموه شلون يجي شو؟ قدموه تنسم علي؟ ما كلام دقيقه. ناس كثير دخلت بمنتهى القوه. باربيها نص بغداد حجي. عمي دراجي عطلت والله. روح من هنا. انت ليش تصيح علي؟ ليش تصيح؟ انا اخذ هاك عمي، هاك عمي. انت ليش تتحمل يا اخي؟ انت ليش تتحمل؟ روح من هنا. كثير من الناس انفعلت بشده وقررنا نتدخل.